والأخت فيصل تسأل عن صلاة الضحى، متى وقت يبدأ وقتها ومتى ينتهي؟ وقتها يبتدئ من ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني بزوال وقت النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر، وهو ما يقارب 12 دقيقة أو 15 دقيقة بعد وقت الشروق المسجل في التقاويم. يعني إذا كانت الشمس تشرق الساعة 6 أو 5:30، احسب 13 دقيقة أو 12 دقيقة ونحو ذلك بعد وقت الشروق، ويبدأ وقت صلاة الضحى. نعم. ثم ينتهي قبل وقت أذان الظهر بقريب من 5 دقائق، يعني حين تقف الشمس في وسط السماء وتشرع في الزوال، أي الميل إلى جهة الغروب، هذا وقت نهي، فينتهي بذلك وقت صلاة الضحى. إذا ما بين هذين الوقتين بعد ارتفاع الشمس بعد الشروق ب 15 دقيقة وقبل صلاة الظهر بقريب من 5 دقائق، هذا كل وقت صلاة الضحى. ما أفضل ذلك؟ فأفضله أصلح للإنسان، لكن من حيث تحري الوقت فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. الأوابين المقصود بهم الأوابين التوابين، الذين الرجاعين إلى الله عز وجل بالطاعة والإحسان. وحين ترمض الفصال يعني تشتد حرارة الأرض، فلا تبقى صغار الإبل على الأرض لشدة الحر، تقوم من شدة الحرارة، وهذا يعني قبيل الظهر بنحو ساعة إلى ربع، هذا هو وقت رمض الفصال. نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم فضيلة الشيخ.